الوقت يتحدثوا على حق الشعب في تقرير مصيره والشعب في هذا، نقف نحن أيضا موقف، ننتقدهم بشدة، نرفع شعارات، حتى إذا شئتم ترفعون صور بعضهم وتدوسوا عليها بأرجلكم، هذا مقبول ومعقول في الاحتجاجات. حتى إذا رفعتوا علم وأحرقتوه أو دستوا عليه بالأرجل، هذا مقبول ومعقول في الاحتجاجات. وهنا فقط نذكر من أن قبل سنوات رفع واحد أمريكي حرق العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض فيما أتذكر، ورفع بعض الناس عليه أو الحكومة الأمريكية رفعت عليه قضية أنه حرق العلم الأمريكي، فالقاضي الأمريكي قال أنه من حق هذا الشخص أن يعبر بكل الطرق وحرية التعبير مكفولة بما فيها حرق العلم الأمريكي، يعني أمريكي حرق علم أمريكي والقاضي الأمريكي كعه، فاش ما يعقدوناش في الموضوع هذا.